بيحضروا؟ كلنا بنحضروا. مين بيذاكروا؟ كلنا بنذاكر. بس في فرق بين ان انت بتذاكر بنيجاتيف وبوزيتيف. بوزيتيف ان انت بتذاكر علشان انت اصلا عارف ان انت هتجيب تقدير كويس، او انت داخل وحاسس نفسك انك الوزير هيكلمك. نيجاتيف ان انت بتذاكر علشان تعدي النص. يا رب اطلع بس معدي النص. الكلام ده كان نظري، ولحد اول كان شامل. دلوقتي الجزئيه انا بتعلم، انا عاوز كمدرس، انا بقى في كليه التربيه بتبقى مدرسين عشان نعمل دفاعيه في الطلاب، ان احنا نستخدم اسلوب نعمل بيه الدفاعيه في فصل التحضير. اول جزئيه ان احنا نعمل مدرسين بتوقف صوتهم وتحسن الشخص اللي مش مركز يركز، او شخص بص بيبصله في عينه، او شخص حتى بساله او بحاول يعني اعمل حوار معاه. نسي